الناس الغالي لنا حبيب بدلوك والحنة الحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة راس الغالي لنا حبيب بدلوك والحنة والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة راس الغالي لنا حبيب بدلوك والحنة والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة حبوبة الليلة زينتنا بدلوك والحنة قاعدة بيها لمتنا بدلوك والحنة وخات الجبنة نادتنا بدلوك والحنة كبيرنا البيه وعزتنا وسط الجبنة واللمة غناي الليلة فيه مجال بدلوك والحنة الداير الفينا نقول له تعال بدلوك والحنة أسسوه ناس عزال بدلوك والحنة حفلة حقيقة تلقوا مثال وسط الجبنة واللمة عريس نربط له هلال بدلوك والحنة الأعمام مع الخلال بدلوك والحنة يرتقوا إلى دسار وسط الجبنة واللمة راس الغالي لنا حبيب بدلوك والحنة والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم غنى السبات. مساء الخير على كل المتابعين وعلى كل اللي بيشاهدونا, ونحن سعيدين جدا أن نكون معكم يوميا زي ما عودناكم بموضوع جديد. وأهلا ومرحب بضيوفنا وفناناتنا الجميلات صاحبات الأصوات المميزة, نحن نستمتع جدا بوجودكم معنا. تحية لكم مرة تانية. تحية كمان للمشاهدين. والليلة موضوعنا ده خصصناه عن حاجة مهمة شديد احتمال تكون في حياتنا اليومية أو في حياة المرأة السودانية عموما, خصصناه عن الموضة والأزياء. بداية كده انتو كفنانات جميلات ما شاء الله شكلكم وتيابكم والحاجات دي بتكون مكملة لغناكم, عايزينكم تورونا كيف بتم اختياركم للتياب اللي بتلبسوها, تختاروها كيف؟ والله يا تياب بنختار برانا او كل واحده بتكون عندها مصممه, فاحيانا انت بتدي الفكره للمصممه وهي اللي بتنفذها لك. بتنفذ لك ايوه. اختيار الالوان يعني بيكون مننا نحن, انا شخصيا بختار الواني, وبعد ذاك اذا هي برضو عندها فكره جميله بتطرحها لي وانا بوافق عليها. نعم. زبيده ورينا انت كيف بتختاري التوب بتاعك. أنا والله بستعين بمصممة, وبعد مرات بسافر برا بنقي يعني حاجات براي, يعني بتجيب تياب هاي بحاول هاي أخلط, يعني مرة أشتغل شغل مشغول ومرة ألبس يعني لبس جاهز, وبعد مرات بخترع يعني براي حاجات عشان أكون مميزة. زهرة مدني ورينا أنت كيف بتختاري التوب بتاعك. والله برضه يعني ده ألوان معين يعني محببة لي يعني, وبعد ذاك يعني بستعين إذا مصممة ولا إذا السوق برضه فيه حاجات جميلة بتمشي برضو بمشوف بشتري ان شاء الله. ناهد كده ورينا, انت قلتي ما قعدت تلبسي توب لكن الليلة جاملتينا بالتوب ده, كده ورينا بتختاري كيف ملابسك وبتختاري على اي اساس. انا اصلا ماما مصممة ازياء وتياب كده, يعني لو حابة البس توب هي بتساعدني في الاختيار بتاعه. السداء هي صممته, نحن بنحييها من هنا. وحتى عشان التوب فيه جنيه قلت لي البس معه اكسسوار, هي بتطقم لك كمان الاكسسوار. وفي الفساتين وكده بزوجي بختار, وهي بتعمل لي اضافه للحاجات برضو. نعم كده يعني. طيب احنا عاوزينك تغني لنا, حتغني لنا شنو؟ اغني لنا اغنيه واهديها لماما عشان هدت لك التوب الجميل ده. بغني اغنيه ام بتوصف ابنها وهو مسافر وكده والمعيشة صعبت عليه. في أمان الله كلمات وألحان الأستاذة خلاص التوم, هنا بحيه وإن شاء الله تنال إعجابكم. سافر انت جناي سوي مقصودك,
في امان الله سافر انت جنا يسوي مقصودك قلبي قلب الام ربي ذا الرحمن بكره بيعودك في امان الله جناي سوي مقصودك في امان الله سافر انت جناي سوي مقصودك قلبي قلب الام ربي ذا الرحمن بكره بيعودك في امان الله قلت يا أمي ماشي شوف رزقي ما تعيقيني قلت يا أمي ماشي شوف رزقي ما تعيقيني تاني ما بقعد بقعد هنا بس طلع عيني أنا تاني ما بقعد بقعد هنا بس طلع عيني ماسك الوهاب انت حل دقني يديك من واسع يرضيك ترضيني في امان الله يا ليل يا ليل قبلك انت جناي بار للدنيا ولموا فيها قروش قبلك انت يا بار للدنيا ولما فيها قروش سكوها للدنيا وفقدوا للرحمة وصبحوا فيها وحوش سكوها للدنيا فقدوا للرحمة وصبحوا فيها وحوش هيا شالوا راح البال خفضوها بروش ما ربي قال لك إلا رزقك بس غيره ما بيتحوش في امان الله يا ليل قلت يا امي ماشي شوف رزقي ما تعيقيني انا قلت يا امي شوف رزقي ما تعيقيني تاني ما بقعد بقعد هنا بس طلع عيني انا تاني ما بقعد بقعد هنا بس طلع عيني ما عارف الارزاق ماسك الوهاب انت حل دقني يديك من واسع يرضيك ترضيني في امان الله يا ليل قبلك انت جناي بار للدنيا ولموا فيها قروش قبلك انت جناي بار للدنيا ولما فيها قروش سكوها للدنيا وفقدوا للرحمة وصبحوا فيها وحوش سكوها للدنيا وفقدوا للرحمة صبحوا فيها وحوش الشالوا راحت البال سواها بروش وربي قال لك إلا رزقك بس غيره ما بيتحوش يا ليل يا ليل يا ليل انت برضه
برضو يا الله يا عادل ليه انت برضو يا الله يا عادل ليه هيك فيك عشان خلق وعفو يا داي غطيك هيك فيك عشان خلق وعفو يا داي غطيك من عيون ناس ما بيزول يا زين من عيون الناس ما بيزول يا زين من عيون الناس ما بيزول يا زين كل زول تلقى يسخر الرحمن من خير وبزيدي في امان الله 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 يا عادل ليه انت برضو عجا يا الله يا عادل ليه عايز فيك عشان خلق وعفو يا بيغطيك من عيون الناس ما بيزول يا زين من عيون الناس ما بيزول يا زين من عيون الناس ما بيزول يا زين كل زول تلقى يسخر الرحمن من خير وبس يديك في امان الله في امان الله سافر انت جنان سوي مقصود قلبي قلب نور ربي ذا الرحمن بكرة بيعودك من سفرك بيعودك لأمك بيعودك من الغربة بيعودك يا عشايا بيعودك يا جنايا بيعودك لرزقك بيعودك من الغربة بيعودك يا حبيبي بيعودك يا درايا بيعودك يا عشايا بيعودك يا جنايا بيعودك جميل جدا يا ناهي التحية ليك وتحية كمان لكل المشاهدين اللي انضموا لنا من جديد عبر المتابعة والمشاهدة ونحن نتواصل معكم في حوارنا الجميل وفيما يخص المرأة السودانية والتوب السوداني وانتم كفنانات طبعا ما شاء الله بتطلعوا مناسبات كثيرة عراس جرتي كسيرة حنة عايزينكم تورونا بتختاروا التوب لأي اختيار توب مثلا للمناسبة بيكون هو بيختلف عن الحاجة الثانية مثلا توب جيرتك اللي بتمشي تغني بيه ولجيرتك بيكون بيختلف عن توب العرس كلمونا شوي عن الحتة دي يا درية ورينا الاختلاف بيكون شنو لو في اختلاف لا نحن الجيرتك ولا هناي اي حفلة عادي معاد الحفلات النهارية توب الحفلات المسائية عادي اي توب ممكن تلبسيه سواء كان فيه شغل مشغول او فيه احجار او كده الحفلات النهاريه بنلبس ثياب ما بتكون فيها اي شغل بتكون يعني حفله بتكون خاليه من الحاجه المشغوله الترتير الاحجار يعني. دي كلها اللولو يعني ما احنا لكن حفلات الميسا نحن فنانات ما ممكن جيرتك نجيب له توب والهنا نجيب له توب ما في كلام زي ده بنلبس اي توب اي توب عادي طيب عايزينك تغني لنا حتغني لنا شنو في الحلقه دي صباح الخير كلمات والحان الرائعة جدا سحر ميسرة ليه تحية نسمع ونتواصل عادوا لي صباح الخير براه القاسية ما بيصير من صباح الخير براه القاسية ما بيصير نادوا لي صباح الخير براه القاسية ما بيصير
تصير. المكروب نادوا لي صباح الخير ملاه القاسية ما بيصير. نادوا لي عشا الضيفان وساسا باسمي ذا البنيان. الضهبان تقيلي ريح الميزان هدولي صباح الخير وراه القاسية ما بيصير. رجل البر والمعروف هدولي صباح الخير وياه القاسية ما الحميل جو صديق هدولي صباح الخير وياه القاسية ما بيصير. غنت ليك دريد الشريق وقالت انت ما عبدت لحيك. غنت ليك دريد الشريق ما عبدت لحيك يا اصحاب العين مبريك شي علل حميل يا صديق صباح الخير وياه القاسية ما بيصير. هدولي صباح الخير براه 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 القاسية ما بيصير. جميل جدا يا دورية استمتعنا بالأغنية جدا. تحية لك مرة تانية وتحية كمان لكم منورين أكيد الليلة.
الحلقة دي، وحنستمتع جدا احنا والمشاهدين اللي بتابعونا، وتحية لهم مرة تانية. طيب في الحتة دي عاوزين نعرف المصممات اللي انتم بتتعاملوا معاهم هم منو، وكيف بتم طريقة التعامل بينكم والاتفاق؟ كلمونا شوية عن الحتة دي يا زبيدة. والله انا من تلفزيون انغام بقول لي يا سمية همزة كل سنة وانت طيبة، هي اول مصممة صممت لي، ان شاء الله ربنا يديها الصحة والعافية، وسوسن طلب ومياد الشيخ وندى كايرو ان شاء الله ربنا يديهم الصحة والعافية. اول مما انا اخدت فكرة بتاع التوب في راسي، بمشي للمصممة بتفق معاها تفتح لي اللابتوب بتوريني الديزاين الحاجات اللي انا بختاره، وبعد داك على الاساس بشد التوب بعد اسبوع بالضبط بسلموني. بتسلمك التوب؟ أيوة. زهرة مدني برضو انت كده ورينا كيف بتتعاملي مع المصممات وبتختاري التصميم بتاعك كيف، على حسب اللي انت عايزاه ولا ممكن تستعيني بها هي ذاتها؟ طبعا اكيد بستعين بها، ولو عندي فكرة بقوم بطرح عليها وبعدك بنشارك فيها مع بعض ان هي حتكون جميلة ما جميلة، وبنتفق في النهاية على حاجة حلوة بيطلعوا تصميم جميل ان شاء الله. نعم. طيب كده ورينا يا دوري شريك انت كيف بتتعاملي مع المصممات بتاعتك، ومن هم المصممات اللي انت بتتعاملي معهم؟ والله انا زي ما قلت لك قبلك يعني هم اذا في عمل جديد او شغل جديد بيضربوا لي بيقولوا لي يا اخي في حاجات جديده عملناها، وانا اذا عندي فكره برضو بضرب ليهم اللي هي سوسن طلب وندى كايرو ومياد الشيخ برضو ونصرة بشير من بورسودان وإقبال من السعودية جدة. ومن هنا بقول لهم يعني رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله دائما يعني تتحفونا بروائعكم وبأعمالكم الجميلة وبشغلكم الحلو، وربنا يديكم الصحة والعافية. طيب انت يا دورية لو شفتي تصميم عجبك وشلتيه ومشيتي وديتي وبيطلع نفس الحاجة يعني كثير بيطلعوا لهم يعني محترفات صراحة، يعني بيضغنوا الأشياء بطريقة يعني جميلة جدا، إذا أي تصميم أنا شفته قاعد أديهم له بيطلعوا عليكم بيكون تيبيكال يعني نفس الشيء. نعم. زهرة مدن عاوزينك تغني لنا، حتغني لنا شوف الحلقة دي. أغني لكم إن شاء الله كلمات وألحان أبوي سات عيسى ودب حراس، وعبر أنغام بقول له كل سنة وأنت طيب يا أبوي وديك لنا العافية إن شاء الله. نسمع إن شاء الله تلفونك مشغول طوالي وإن شاء الله ما يكون مشغول إن شاء الله يا رب نسمع ونتواصل. تلفونه مشغول طوالي بنادي عليك متروك يا غالي، تلفونه مشغول طوالي بنادي عليك متروك يا غالي. لشوف طوالت المدة شهر شهرين والتالت عدى، لشوف طوالت المدة شهر شهرين والتالت عدى، وليه في قلبي أعزم ودة ما تبقى ظلوم ومتصبح سالي، تلفونك مشغول طوال بنادي عليك مبروك يا غالي. لقيتك صدفة يا ابن يا ماني ومرفع، وما صدقت لقيتك صدفة يا ابن يا ماني ومرفع، ولفت عليك الثاني الالفة وعدم الرد زاد ملان، تلفون مشغول طوال بنادي عليك مدرود يا غالي تلفونك. Thank you.
تهنيجي تقصد فاق يا مرسايا أماني ومرفا وما صدق تهنيجي تقصد فاق يا مرسايا أماني ومرفا ولفت عليك كناني الإلفة وعاد مرد زاد ملالي تلفون مشغول طوالي هاي بنادي عليك مدرد يا غالي بنادي عليك ما ترد يا غالي تلفونك مشغول طوالي بنادي عليك ما ترد يا غالي تلفونك مشغول طوالي بنادي عليك ما ترد يا غالي تلفونك مشغول طوالي بنادي عليك ما ترد يا غالي تلفونك مشغول طوالي بنادي عليك ما ترد يا غالي تلفونك مشغول طوالي أنا بنادي عليك ما ترد يا غالي وي بنادي عليك ما ترد يا غالي تلفونك مشغول طوالي بنتواصل معكم مشاهدينا وما زلنا بنتواصل كمان في حوارنا الجميل عن الموضة وعن التوب السوداني اللي بيميزنا من كل الدول اللي معروفة. تحية مرة تانية للمشاهدين ورمضان كريم عليكم وتحية لكم انتوا اكيد واستمتعنا جدا بالاغنيات اللي قدمتوها لنا. زهرة مدني عايزينك تورينا بتختاري الاكسسوار بتاعك كيف ومن وين بتجيبيه وبتطقميه مع التوب كيف؟ والله هنا في السوق يعني عندنا في السودان فيه موجودة حاجات جميلة يعني صراحة إذا مشيتي مول عفرة ولا مول الواحة في عندهم حاجات جميلة في السودان أكيد طبعا وفي جزء يعني في حاجات من برا يعني لو مشيت يعني بمشي بعمل السوق أشوف الحاجات الجديدة شنو الحاجات الحلوة شنو بجيبها على ضوء طقم بها مع التياب. ناهد نحن شايفينك أنت لابسة أكسسوار جميل جدا نفس الأكسسوار اللي أنت لابسها وهو مشغول به والتوب كده ورينا انت قلتي مامتك هي صممت لك التوب ده كده ورينا اختارت الاكسسوار دي كيف جابته كيف من السوق عادي يعني بتجيب من سوق مدرمان دايما بتمشي تشتري من هناك وبتجي بتشتري الاكسسوار بتاع التوب اول تشغل به والتوب اصلا بتجيب التوب قطعة قماش عادي قماش هاي بتجيب بعد ذاك الحاجات اللي بتجدعها فيها ديك. لو جنيهات لو في ورود طباعة عندها جليتر كده يعني حاجات متعددة تشتغل بيها زبيدة عايزينك تورينا كيف بتختاروا عطوراتك والعطورات المحببة لك شنو طبعا بحب الريحة السودانية عامة حاجات الخمر البلدية وبحب الصندلية بحب العطر من باريس جاليري بحب شانيل دي عطورات اللي أنا بحبها نحن استمتعنا جدا بحوارنا معاكم والموضة ما شاء الله كثيرة ومتعددة ما بتنتهي في حلقة واحدة لكن إن شاء الله نطرق لها تاني في حلقات تانية ونتكلم عنها بصورة أوسع لأنه وصلنا لختام حلقتنا الليلة حتختم لنا بشنو يا زبيدة أختم لك بالهجروق عليا غنية تراس وبهديها لأحمد وصباح واختي بالدوحة وأقول لهم رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانت طيبة وكل سنة وكل المشاهدين اللي بتابعونا طيبين وأكيد نحن بنتواصل معاكم يوميا في نفس الموعد تابعونا لحد ما ألقاكم بكرة حلقة جديدة وموضوع جديد وتحية عليكم مرة تانية وإن شاء الله إحنا بنوعدكم بكل يوم موضوع جديد وبغنى متجدد معانا ومع الفنانات الجميلات صاحبات الأصوات المميزة جدا والمبدعين خليكم معانا إن شاء الله بكرة في نفس الموعد وحلقة جديدة لحد ما ألقاكم في أمان الله Thank you.
عسى اقع عليا عليا لو الحماك جايا الهجر وقع عليا تريد احلى عليا الهجر وقع عليا لو العسى اقع عليا الهجر وقع عليا قاسيت كل مقاسي عربية الدليل قسوا الحب دقاسي مهما كان ذليل أجيب دمي على رزة ويطلع شي جميل هجرك عليا ليلين عليا هجرك عليا عزيزة عليا الهجر وقع عليا عمي يا بدر الكمال في نور حمد عال رجعتنا في انتظار متكية على الرمال على الامال تزيد النار عليا الهجر وقع عليا الليل يا ليل عليا الهجر وقع عليا يمين شوية الهجر وقع عليا سوداني غالي عليا الهجر وقع عليا أمضي ليك فسليم أمري ليك أنا بفيوك أمضي ليك فسليم أمري الناس لو قالوا ليك وأنا برضي لحايد ليك الهجر وقع عليا الليل ليلين عليا الهجر وقع عليا الليل ليلين عليا والهجر وقع عليا طال الهجر بيا الهجر وقع عليا قلبي حباك عيني الهجر وقع عليا جميل يا جميل شوية والهجر وقع عليا طال الهجر ويا الهجر وقع عليا قري يا عزيزة عليا الهجر وقع عليا دي زهرة غالية عليا الهجر وقع عليا دي سر جوز عيني الهجر وقع عليا عزيزة عليا الهجر وقع عليا افريقيا افريقيا كاشا اكيد غرابي شريعة جامعة يلفيك طيب الأسامي مركز صحاري يلمقليك منامي بخش العليا وأنا بطلب المحامي نادر محمود يترافع عن غرامي ودي ناس غريب يعود لي بحر دا أيوة الهجر وقع عليا ليلين عليا الهجر وقع عليا ياهي الغالي عليا الهجر وقع عليا السوداني غالي عليا والهجر وقع عليا
غاليه عليا الهجروق عليا والله انت غاليه عليا الهجروق عليا خلاص يا يول عينيا الهجروق عليا واذا عزيزه عليا الهجروق عليا انا وين اسم الغالي لنا حبيب بالدلوك والحنة الحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة راسنا الغالي لنا حبيب بالدلوك والحنة والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة راسنا الغالي لنا حبيب بالدلوك والحنة والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة بوب الليلة زينتنا جبنا نادتنا بالدلوكة والحنة كبيرنا البيه وعزتنا وسط الجبنة واللمة غناي الليلة فيه مجال بالدلوكة والحنة الداير الفينا نقول له تعال بالدلوكة والحنة أسسوه ناس عزال بالدلوكة والحنة حفيلة حقيقة تلقوا مثال وسط الجبنة واللمة عريس نربط له هلال للدلوكة والحنة الأعمام مع الخلال للدلوكة والحنة يرتقوا ولاد سار وسط الجبنة واللمة وراسنا الغالي